انا باخذ رايك محمد، انت مخرج ورايها نادي كممثله. اليوم قاعد نشوف وايد هجوم على الممثلين وعلى الاعمال الدراميه، خصوصا جيل الشباب. اللي يقول لك جيل الشباب الحين يريد مو ملتزم، واللي يقول لك مثلا اعمالهم كلها هابطه واعمال مش عارف ايش. وفي طبعا تدري انت في ممثلين وايد قاعد يجتهد ويسوي شيء نفس هذا. قبل شوي تقول عبد الله انا قاعد اتعب بشغلي وقاعد ادرس دراسه، هيك واحد مثلا من الصحفيين يكتب عنها يقول والله هذا العمل فاشل، انت على اساس حكمت انه فاشل مثلا؟ عرف شلون قصدي؟ احنا ما انا ابي رايك الحين انت كمخرج وابي راي هنادي كممثله. تفضل انت اول شيء عندك. احنا انا واحد من الناس مع النقد. والحين مع الكبر مع التشكيك، احب اللي يشكك فيني. يشكك فيك من اي ناحيه؟ من ناحيه التمثيل. احب اللي يقول هذه المقوله ان هنادي قاعد تساعده ما عندي مشكله، هذا يعطيني حافز يشغل فيني الانسان الثاني اللي داخلي عشان يطلع قدام الناس. مو اثبت بس لازم في صراع. مو اثبت لان انا ترى زين وهنادي ما له علاقه، لا لا انا هذا التشكيك هو اللي يعطيني. يعني انت تسمع الكلام هذا اللي احنا نسمعه ساعات؟ انت طبيعي تسمعونه؟ هذا كل النجوم يسمعونه. اوكي طبيعي، هذا مو هذا ترى مو خلل. الحين ارد على كلام عبد الله، كل جيل ولا مساوئه. يعني حتى ترى ايام جيل الله يرحمه عبد السند رضا، ترى تشوف كانوا شو يسوون فيه بالجرايد، كانوا هم ان شل جيل وشل كلام واحنا ما نقول كذي. 20 سنه طافت صاروا اساطير، وهذه هذا صدق طبيعي. بعد 20 سنه انت ما تدري شنو بيقولوا على المسلسل اللي انت سويته. صح كلامك. فلازم في نقد، عاد نقد بناء، نقد جارح. خل كل الناس تقول انا بيني وبينك كاميرا، بيني وبينك جمهور، انت قاعد تشتغل حق منو عبد الله؟ حق الجمهور. انتهى. تبي تنقد نقد بناء انقد، تبي تنقد جارح الحين صارت انا عندي سوي اللي تبي. هذا اللي قاعد يعطيني دافع عشان اشتغل، انت قاعد تستفزني.